بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ ذهب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات اصحابي هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين معانا احد المتابعات هبه حبيبتي، طلبت مني من اسبوع بس انا اسفه على التاخير، وصفه لالتهاب وحصى اللوزتين وكمان معاهم ريحة الفم الكريهة. هو طبعا لازم اكيد هيكون معاها ريحة فم كريهة، اللي ما يعرفش التهاب اللوزتين اللي هو بتكون النقط البيضة على اللوزتين، وطبعا مع التهاب الحلق وبتبقى هي متضخمة شوية، فبتبقى في صعوبة في البلع، بتبقى مضايقة الواحد كتير صراحة، وصعوبة في التنفس، وكمان مع الالتهاب هذا بيعمل ريحة مش ظريفة في الفم. طيب الوصفة هذه وصفة من الطب البديل وبقالها يمكن حوالي 100 سنة، وأنا جربتها شخصيا يعني ممتازة ممتازة ممتازة. أنا عندي الأولاد يجي بقى في الوقت اللي هو تغيير الفصول، عندنا هنا بتبقى شهر 12 وشهر 1 بيجي الجو، احنا ما عندناش شتاء بس بيجي الجو بالليل بيبرد شوية، مع ان الواحد يبقى مشغل المكيف ويقوم والصبح يبقى حر، ف تلاقي تغير في في الجو، فده بيعمل التهاب. وعندي الولد الكبير على طول بتلتهب مع اللوز. الوصفه هذه مجرد ما بتستخدميها باذن الله تعالى من اول الاستخدام ممتازه ممتازه ممتازه. طيب الوصفه هذه عباره عن ايش؟ الوصفه هذه عباره عن هنجيب بصل، البصل الاحمر الهندي الصغير هذا، اوكي؟ هتاخدي المبشره، شايفين مبشره رفيعه، مبشره رفيعه اهي، هتبشري بصله مثل هذه بشر ناعم، وبعدين يا اما ايدك تكون معقمه يعني تكوني غاسله ايدك كويس، او تلبسي اللي هي الجلوفزات، انا اللي بستخدمها وانا بقطع الخضار اهي، سواء الجلوفز هذا او الجلوفز اللي هو الاجمد برضو موجود عندي. يا اما تكوني غاسله ايدك كويس بالمي والصابون ومعقمه ايدك بالمي الدافي، او تلبسي جلوفز وتاخدي مبشور البصل الاحمر على طرف اصابعك وتروحي دهنه بيه اللوزتين. ده يعني البصل مبشور البصل الاحمر هذا سحر سحر، من اول استخدام بيضيع الالتهاب بطريقه غير طبيعيه. والوصفه هذه يعني بقالها يمكن اكتر من 100 سنه ومجربه وفعاله جدا، بقولك انا بستخدمها مع ابني الكبير يعني. فبتاخدي مبشور البصل الاحمر على اطراف الاصابع وبتدهني حوالين اللوزتين بالمبشور هذا، اوكي؟ بس بتسوي عمليه المبشور هذا مرتين في اليوم، مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. زائد هناخد معلقه صغيره ثلاث مرات في اليوم، معلقه الشاي الصغيره زيت زيتون، معلقه الشاي الصغيره زيت زيتون ثلاث مرات الصبح والظهر وبالليل. يبقى الوصفة بتاعت التهاب اللوزتين هتاخدي قلنا مبشور البصل الأحمر على مبشرة ناعمة، وهتاخدي بأطراف الأصابع وهتدهني حوالين اللوزتين مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. من أول استخدام بإذن الله تعالى الالتهاب بيروح. وهناخد معاها بالإضافة إلى ثلاث معلقة صغيرة ثلاث مرات في اليوم زيت زيتون. الحالة هذه هتسويها لمدة 3 أيام متتالية. طيب نيجي بقى لرائحة الفم الكريهة. أفضل حاجة للتخلص من رائحة الفم الكريهة هتاخدي القرنفل أو زعتر بري، عندك حاجة من الاتنين، يا قرنفل أو زعتر بري اللي بنستخدمه في الأكل. هتاخديه تغليه، يعني تحطيه في الماي مجرد بس ما يغلي غلوة واحدة، هتروحي مسكرة النار وسايباه حتى يبرد خالص، وتخليه في أي حاجة، كوب زجاجي، أي زجاجة زجاج، وتسوي منه غرغرة أو مضمضة للفم ثلاث مرات في اليوم الصبح، يعني بعد كل وجبة تسوي غرغرة، يعني يتحط شوية ما يتبلعش، بس مجرد تحطيه في الثوم وتمضمض أو تغرغر في الفم والحلق، وبعدين تخرجه بره ثلاث مرات، بيقضي على ريحة الفم الكريهة بطريقة غير طبيعية. اللي ما عندوش قرنفل ينفع الزعتر برضو، يا زعتر أو قرنفل. فهذه هي كانت وصفتنا التخلص من رائحة الفم الكريهة، قلنا الزعتر أو القرنفل إن شاء الله، والمحلول هذا بتاع القرنفل أو الزعتر اللي يعني لو أنت حطيتي مثلا شوية زي دول على لتر ونص ماء
هتحطيه في زجاجه وتخليه في الثلاجه وتستخدميه لمده اسبوع ما يجرلوش اي حاجه. زائد قلنا البصل الاحمر مع زيت الزيتون، وان شاء الله بالشفاء. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، لو سمحتوا لو كنتوا اول مره تشوفوا القناه سبسكرايب، اضغطي على الزر الاحمر وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوناش في الشير واللايك عشان الفايده تعم، ودعواتكم الجميله ولكم بمثل ما دعيتم ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جاي من مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.